اسم التايتل يعني؟ صلاح صبحي امين حزب حماه الوطن امين الشباب عن امانه شروق وبدر. هو اليوم تقريبا ان شاء الله هيبقى يوم كويس، يعني بشار الحفله باينه ان فيها تنظيم كويس. تمام، وبنشكر الاستاذ معتز احمد عن تشريفه لنا ان احنا نيجي نحضر حفل يوم اليتيم عشان نكون سبب في ادخال البهجه والسرور على اليتيم في يوم زي ده. وطبعا المفروض ان احنا اليتيم ده طول السنه. فارجع برضو اكرر الشكر تاني لحزب حماه الوطن والاستاذ معتز احمد ان هو شرفنا بحضور يوم زي ده. وحضرتك زي ما انت شايف ان الحفله بشهيره واضحه، في اعداد كويس وفي تنظيم كويس، ويعني هي الصوره واضحه يعني مش محتاجه كلام. نقول لوالدك نقول لوالدك عايش ما متوفاش، والدك عايش، والدك من الشهداء كلنا ان شاء الله. هتلاقينا احنا الاب واحنا الاخ، وربنا يعوضك عنه خير ان شاء الله. لا لا هي هي مش سامع. لا لا هي هي سيك انا هي هي هو في بروجرام بقى المفروض هيشتغل دلوقتي، فاحنا برضه مش عايزين احنا ايه نسبه الاحداث علشان ايه كل حاجه تاخد مجراها. واعرف حضرتك الاستاذه جولشن معانا في الحزب. خش يا جولشن. هي جولشن استحضار نائب امين الشباب عن الشروق وبدر. جمعيه كريم ببني سويف. منين جات لكم الفكره ان انت تعملوا؟ اتفضل تيجي يا فندم. منين جات لكم الفكره ان انت تعملوا؟ سيده رئيس الجمعيه. والله يا حضرتك احنا جينا عشان نشارك الاطفال، وجينا عشان نلبي دعوه استاذ معتز الاحمد. وبصراحه احنا يعني جينا عشان نشاركهم فرحتهم، وان احنا كلنا نقول لهم احنا معاكم وكلنا اسره واحده. وكل شيء يعني كل طفل يتيم ووالده شهيد او كده، عايزه اقول له ان احنا كلنا معاك، واحنا اخواتك واهلك وانت مش لوحدك، واحنا معاك. وهو لازم يفتخر بحاجه زي دي، وربنا يوفقهم جميعا يا رب. كلمه صغيره مش عايزاهم، ربنا يقدرنا احنا ونسعدهم ونقدر نعمل لهم حاجه تفرحهم، وان احنا معاكم واخواتكم واهلكم كلكم معاكم. مصطفى عبد الفتاح مسؤول العلاقات العامه والاعلام بالمجلس القومي لرعايه اسر الشهداء والمصابين. يعني خلينا الاول قبل ما نتكلم عليهم النهارده عن المجلس القومي ودوره مع الشباب ومع الاطفال. هو اولا المجلس القومي بيقدم كل الرعايه والدعم لاسر الشهداء والمصابين الثوره، واحنا النهارده مش بنحددها بس اسر الشهداء ومصابي الثوره بس، احنا عاملين النهارده كاحتفاليه بكل ايتام شهداء الوطن عموما من مجندين اسر جيش الشرطه، كلهم ولادنا وكلهم اخواتنا. احنا بنكرمهم وبنكرم اولادهم، بنقول ان هم احنا الدوله مش ناسياهم. والنهارده المجلس بيستحدث حاجه جديده اول مره نعملها برده السنه دي، اللي هو بنكرم الايتام الشهداء في شهر ابريل، بنكرمهم كلهم من اسر الشهداء، اسر مجندين، اسر مجندين شهداء ثوره، حتى ايتام المؤسسات الخيريه والجمعيات احنا بنتعاون معاهم. يعني بدانا يوم السبت اللي فات بحفله في استاد القاهره، حضرها عدد كبير من المسؤولين والفنانين والرياضيين. بنكملناها برده يوم الاثنين، كان في حاجه في ايتام كرمنا ايتام شهداء الجيزه. النهارده برده بنكمل النهارده برده بنكمل في القاهره، ومش يعني مش تكون الاخيره ان شاء الله. في حاجه برده الجمعه اللي جايه، يعني عشان نقول للناس كلها ان كل الاطفال الايتام احنا مش ناسيينهم، الدوله مش ناسيهم، وكل حتى المجتمع المدني مش ناسيينهم ان شاء الله. نتكلم عن البرنامج البرنامج النهارده، يعني برنامج مفتوح هيحضره عدد كبير من الساده الوزراء او من ينوب عنهم. طبعا هيحضروا عدد كبير من الاعلاميين والرياضيين، وطبعا من الاسر الشهداء موجود معانا، اسر شهداء من شهداء الثوره، اسر شهداء من شهداء المجندين القوات المسلحه والشرطه. هيحضر الفنانين اللي عند دلوقتي كنا بنتكلم في، زي ما انتم شايفين البانر وراكم في عدد كبير جدا جدا من الفنانين هيحضروا الحفله ان شاء الله. وان شاء الله اهم حاجه اللي احنا نطلع بيه من النهارده ان كل الاسر الشهداء كل الاطفال الصغيرين يطلعوا من هنا وعليهم بسمه كبيره من وشهم، ويقول للناس كلهم، نوصل رساله للاعلام والناس، الناس ان احنا نقول للدوله وحتى المؤسسات الاهليه والجمعيات مش ناسيين اسر الشهداء ومش ناسيين ايتام الشهداء. والله اليتيم عندنا ليه حاله خاصه جدا، هو مش يتيم بس، لا ده هو فقد ابوه في ثوره، وفقد والده في، اذا كان ابوه والده مجند او والده من ضابط جيش او ضابط شرطه. لا ده احنا بنكرمه مش على انه يتيم، لا اللي بنكرمه على ان ابوه او والده كان بطل من ابطال البلد، سطر بدمه وتاريخه
جديد لمصر ان شاء الله، واحنا بنقول له الدوله مش ناسياك ومش ناسيه الدور العظيم اللي قام بيه والدك، وانت ان شاء الله باذن الله بتاخد كل الدعم وكل الرعايه وكل اهتمام من الدوله ومن المؤسسات الجمعيه والخيريه ان شاء الله. شكرا يا فندم. عطا فتحي عطا، نائب امين شباب الجمهوريه حزب حمايه الوطن. والله زي ما انت شايف النهارده احنا جايين مجموعه شباب حمايه الوطن تحت قياده الاستاذ عبيد السمير امين شباب الجمهوريه بحزب حمايه الوطن، لكي نشارك في تنظيم حفله ومشاركه الاطفال يوم الطفل، ولكي نرسم البهجه على وجوه الاطفال ونشاركهم فرحتهم. لا سي هلا لا شي سي هلا لا لا شي ايوه والله احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشارك الاطفال فرحتها. لا لا شي سي هلا بالتاكيد طبعا من خلال المراحل التعليم، من خلال دار الحضانات، من خلال التربية، من خلال ان احنا ما نحسهمش ان في نقص من ناحيتهم. يعني شوف العفو باشا. إيهاب حامد بدوي امين شباب حزب حماة الوطن. احنا النهاردة في يوم اليتيم، شباب المستقبل، بنات مصر ان شاء الله، وزي ما قال الرئيس كده مصر مش هتتبني الا بينا احنا بالشباب، ودول كمان شباب المستقبل، لازم نكون ايه كيان واحد. النهارده احنا كنا بنطالب ان اساسا يوم اليتيم ده ما يبقاش حاجه مميزه، ويبقى اي يوم من ايام السنه، يعني يبقى كل ايام السنه، ونبقى على طول نحس بيهم ويبقوا كيان واحد معانا. وفي جمعيات كويسه جدا بتقدم خدمات كويسه جدا ليهم. والدعم المادي ده هيتمثل في مشاريع واماكن خدمات، يكون اماكن مكان محترم ليهم، لو في مؤسسه او حاجه تبقى كيان محترم ليهم. كل سنه هم طيبين وهم حاجه واحده، ما فيش حاجه اسمها يتيم، كلهم اطفال مصر وان شاء الله شباب المستقبل، ومصر تبقى احسن ان شاء الله. شكرا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معاك ياسمين حسن فرج، رئيس الجمعيه، جمعيه مصر وجمعيه الرحمه، وفي جمعيات كتيره الواحد مشترك فيها، وفانا في جمعيه سيدات مصر. انا حكايه الخير دوت والحاجات الاجتماعيه دي حاجه في دم الانسان، وعندي نشاط اجتماعي ونشاط كده، وكنت عضوه عزب في المجلس المحلي قبل كده تاخد بالك، وموظف وزاره الاقتصاد والتجاره الخارجيه. احساسي اجمل احساس، اجمل احساس لما انت تعيش كده مع طفل يتيم. يا ريت السنه كلها يعملوها، السنه كلها يوم، ما فيش حاجه اسمها يوم اليتيم، يجعلوا السنه كلها افراح واعياد للاولاد، للاولاد ليهم لهم وافراح وليهم. يا سلام لما تشوف الابتسامه الحلوه على اي، على عين طفل كده مبسوط، انت بتقدم له هديه، انت بتطبطب عليه. وبعدين في الانجيل وفي القران بيوصونا بالاطفال اليتامى دول، وده اهم حاجه ديت. يا ريت يعني اهم حاجه انا عايزه ايه، نهتم بالاطفال اليتامى دول عشان ما يطلعوش متعقدين ويبقوا متضايقين من الدنيا واللي بيحصل فيها واللي بيحصل ده كله. بس ادي كل اللي اقدر انا اقوله لك، واقدر اقول لك يا ابن الحلال مصر بخير وخيرها كتير، والشباب بتوع مصر انا سعيده جدا ان انا واقفه في وسط الشباب دلوقتي، وهم بيجروا وبيعملوا وعمالين يشتغلوا كده. وربنا يبارك لنا فيكم ويبارك لنا في صحتكم. انا اولا انا خدت الام المثاليه 55 مره، محدش خد بالطريقه دي كلها. عندي اربع اولاد، عندي ابني مستشار، وعندي ثلاثه كلهم طالعين الاوائل وفي الجامعه كلهم مسافرين بره. واقول لك شكرا يا حبيبي والف شكر، وتسلم اليقين، اليقين اليقين اللي انا بعشقها بعشقها. عابر امام عطيه، اميني في مرأة بحزب حماية الوطن، مصر الجديده. دور المرأة طبعا يعتبر شامل، يعني المرأة عليها هيبقى كبير طبعا عشان توصل صوتها لكل الدنيا. طبعا احنا حاليا دلوقتي بنشترك في الطفل اليتيم علشان الاطفال الايتام دول تعتبر طبعا مننا، واحنا نعتبر امهاتهم كلهم.
وبالنسبه للمراه طبعا دور تاني، يعني في طبعا بعد كده هنخلي المراه بتفكير تاني وبعقل تاني، وكانت الاول مهمشه طبعا مش هتبقى مهمشه، بعد كده هيبقى لها دور كبير جدا في المجتمع، وخصوصا بعد التصويت في الانتخابات والقصص دي، المراه بقى لها يعني حس جامد في بالنسبه لمصر. طبعا 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 انا اي طفل يتيم بعتبره ابني، يعني ممكن كمان ابقى حنين عليه اكتر من ابني، ممكن اتغاب على ابني شويه او اضربه او احرمه من حاجه، لكن لو طفل يتيم ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. طبعا طبعا احنا كمان احتمال ربنا يكرمنا ونعمل كمان جمعيه ايتام، عشان دي حاجه بصراحه يعني منها ثواب كبير قوي ربنا، ويعني احساس حلو، يعني الناس تبقى حنين، يبقى عندها احساس قوي بالاطفال وبالاطفال اليتامى بالذات، لكل اطفال العالم اليتامى مش لمصر بس، لكل اطفال العالم. طبعا كلكم ولادنا، واي طفل في الدنيا محتاج حاجه ما يترددش ان هو يطلبها، ومش يطلبها بكسوف او يطلبها ان هو محرج من ان هو بيطلبها، لا يطلبها بمنتهى الجراءه عشان ده حقه على كل الدنيا كل الناس. ميرسي قوي.